في أغنى مدن العالم أصبحت ظاهرة التسول بطرق مختلفة من بديهيات تقاطعات شوارع البصرة، مشاهد أثارت حفيظة إدارات إحدى المدارس الخاصة لتقرر انتشال بعض الأطفال من مخاطر التشرد وضياع العلم لتتكفل بتعليمهم مجانا، إضافة إلى منحهم مرتبات شهرية. بسبب التقاطع ما تجاري بيش سمسمية، جت سيارة كي طبقت علينا، خذونا اشترونا ملابس، صعدونا فوق سبحنا وكملنا، وهاي جابونا المدرسة، جبنا ولي أمرنا، تعلمنا الحروف، كنا بالتقاطع كنا نمسها، وهاي جابونا هنا يعلمون بينا، تعلمنا الحروف وهاي وصورة الفاتحة علمونا. إدارة المدرسة تؤكد أن مبادرة إنقاذ بعض الأطفال من خطر التقاطعات والتكفل بتعليمهم ورعايتهم يأتي ضمن تنبيه المدارس الأخرى لتوسيع دائرة التعليم والقضاء على التشرد والحرمان من التعليم في سن مبكرة، على هذه الخطوة تقلل من سلبيات ارتفاع نسبة عدم التعلم على المجتمع. من منطلق وطني حقيقة وإنساني، إنه هذول أولادنا بدل ما يتربى بالشارع أو يتعلم ما عنده تعلم، بدينا نعلمه القراءة والكتابة على العلم إنهم لا يقرأ ولا يكتب أغلبهم، فبدينا نعلمه الحروف، بدينا نعلمهم الأمور اللي تفيدهم بالمجتمع حتى يقدر يعيش. بدوا يستجابون ويانا، يعني بحيث إذا نقرأ لهم مثلا الدرس أو السورة مرة واحدة ثاني مرة حفظوها. الخطوة التي قامت بها إحدى المدارس الأهلية، ماذا لو طبقتها المدارس الأخرى؟ لقلت أو انعدمت الأعداد في جميع التقاطعات بالنسبة للأطفال المشردين والممنوعين من التعلم لظروف قاهرة. من البصرة أركان تقي، قناة التغيير.